عموما خلينا في الجد، تحب تيجي تقابل بابا امتى؟ دلوقتي. مش للدرجات. ليه؟ ما احنا فيها وخير البر عاجله. لا خليها بالليل احسن. ربنا يصبرني من هنا لغايه بالليل. بس خلي بالك ما تاخدهاش بالساهل. ازاي يعني؟ يعني الكلام معاه هيكون امتحان. امتحان في ايه؟ في كل حاجة. ازاي؟ زي انت مين وبتعمل ايه وبتشتغل ايه وعندك ايه كده يعني. امال انت فاكرها ايه؟ الحكاية شبكة ومهر وبس؟ لا 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 طبعا. بعد كده بقى انا. انت ايه؟ شروطي. هسكن فين؟ ضماني ايه؟ وكمان ضمان اخواتي ايه؟ سكت يعني؟ لا لا جاهز جاهز. اما نشوف. عن اذنك بقى. مش هنتغدى سوا؟ ما انا قلت لك ما تستعجلش. نشوفك الليله. سلام. سلام. يا عبدون، راحت السكره وجت الفكره. لو شفتي عصبيته يا ماما تستغربي. ما قلت لك فهمي ملوش في كده، ما بيفهموش. تستغربي اكتر لما تعرفي ان الموقف ده من غير سبب. لا بقى، ما فيش حاجه في الدنيا عند فهمي من غير سبب. امال يكون ايه السبب بس؟ لا معرفش. انا ما اعتقدش ان المقابله اللي كانت بينه وبين ليلى هاني هي السبب، حتى لو كانوا اتخانقوا. يو ويتخانقوا ليه؟ ده ليلى تتحط على الجرح يطيب. اديك قلتي. طب هي كانت رايحه له في الاساس ليه؟ ما اعرفش يا ماما، بس لا اكيد هعرف. وبعدين انت قلت لي انك لما شفتها هي كمان كانت عصبيه. ايوه. يبقى اكيد في حاجه حصلت بينهم في الزياره دي. لا ما اعتقدش، لان انا حسيت ان بابا واخد نفس الموقف من قبل الزيارة دي. يبقى الغرض من الزيارة هو السبب. برضو ما اعتقدش، لان بابا ما كانش يعرف هي جايله ليه. لا بقول لك ايه بقى حبيبي، ما تحيرش روحك، اكيد حاجة بسيطة. يا ريت يا ماما، يا ريت تكون حاجة بسيطة عشان هند. هند ما تتعيبش يا ماما. طبعا يا حبيبي ما تتعيبش. الله انت مزعل روحك كده ليه؟ مش عارف يا ماما، مش متفائل، مش عايز اصطدم بيه، وفي نفس الوقت مش عايز موقفي يبقى وحش قدام هند بعد ما اتصارحنا، وكمان قدام ليلى القاضي. ما تخافش يا حبيبي، ان شاء الله مش هيحصل، ولو في اي حاجه هتتساوى. الله مش لسه قايلين انها اكيد حاجه بسيطه؟ يا رب. هتشوف وهتقول امي قالت. قولي بقى، هند فرحت لما اتصارحتوا؟ انا بنت رايقه قوي يا ماما. وما روقش ليه وافرح كمان، قول بقى يا واد وفرحني. ايوه خبي بقى، بدانا الاسرار. اسرار ايه بس والنبي يا ماما؟ وماله يا حبيبي، انا راضيه. بس بقول لك ايه، انا هروح اسلم عليهم قبل ما يسافروا. هما مسافرين امتى من غير شر؟ مش عارف، امتهالي كده بين يوم والتاني. وانت كمان بقى هتسافر مش كده؟ اما انت عليكي كلام يا ام خالد. يا مام انا وخالد ما اتكلمناش الا النهارده بس قبل ما حضرتك ما تيجي، وحتى كلامنا ده ما كانش صريح قوي. انا عمري ما خبيت عن حضرتك حاجه، بس برضو ما اقدرش اتكلم في شيء انا نفسي مش متاكده منه. وانت دلوقتي متاكده يا هند؟ انا عارفه. عارفه؟ طب لما حضرتك عارفه ليه اتنرفزت عليا بالشكل ده؟ لان التوقيت نفسه ما كانش صح، كنت راجعه مشحونه من مقابله مع بابا. ده اولا. ثانيا انا اتفاجئت بالموقف اللي بينك وبينه. على العموم انا بعترف ان انا كنت غلطانه في عصبيتي الزايده معاكي. لا 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 ما تقوليش كده، حضرتك عمرك ما تغلطي ابدا. مش للدرجه دي. طيب هي المقابلة مع بابا خالد كانت وحشة للدرجة دي؟ ها؟ معرفش. يعني هو ما وافقش على ترشيح حضرتك لمجلس الشورى؟ لا ما وافقش، ولو ان انا مش حابة استعمل الكلمة دي، لان معنى كده ان انا بديله الحق في كده. طب هو ما وافقش ليه؟ له وجهة نظر انا نفسي ما قدرتش اقيمها. ازاي؟ مش مهم يا هند، خلينا في موضوعنا، انتي وخالد. هو حضرتك في اعتراض على خالد؟ على شخصه؟ اطلاقا، لانه شاب مؤدب وناجح، انما على اي صفه ممكن تربطه بينا في المستقبل دي محتاجه تفكير ومناقشه. عشان بابا؟ ماله؟
قلت لك يا هند مش مرتاحة له، حاسه كده انه شخصيه غامضه مش مريحه مش مفهومه. حتى لو كان كده انا عارفه حبيبتي، عارفه هتقولي لي انك هترتبطي بخالد مش ببابا، لكن انا مش هجاوبك دلوقتي ولا هتناقش معاكي، لان اي مناقشه دلوقتي ما يبقالهاش اساس. ملهاش اساس طبعا، هو حد فتحني في حاجه؟ طب افرضي حضرتك. لا 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 لا، انا ما بفترضش، انا احب دايما اتصرف على شيء قائم وموجود. اسمعيني يا هند، اسمعيني وافهميني كويس. انا سامعه حضرتك يا ماما. يمكن تكون عيلتك كبيره ان كان من ناحيتي او من ناحيه باباكي الله يرحمه، بس في النهايه ملناش غير بعض انا وانتي. يمكن برضو تكوني متعلمه ومثقفه وناضجه كمان، بس اكيد السن له حكمه، له حكمه في اندفاعاته العاطفيه والمشاعر. عشان كده انا هنا مهمتي ان انا انبهك واحميكي. تحميني طبعا. انتي تشكي ان انا بحبك؟ ده انا بتمنى انك تكوني اسعد بنت في الدنيا، بس الحب وحده مش كفايه، اي حب لازم تسنده الظروف اللي هو عايش فيها، والا في يوم من الايام الحب ده هيتخنق. برضه حضرتك بتتكلمي عن بابا خالد. ايوه، بس مش بتكلم عن انطباعي عن صفاته، لا انا حاسه كده انه الراجل ده ما بيقدرش الروابط العائليه، بدليل الست اللي كانت مراته، الست الطيبه اللي احنا شفناها. بس ما حدش يعرف ايه اللي كان بينهم. في دي عندك حق، عشان كده انا بقول ناجل النقاش دلوقتي. وعشان تفهميني صح، كل اللي انا بقوله لك ده مجرد نصايح، انما في النهايه القرار والاختيار ليكي وعلى مسؤوليتك. اوكي. ايه الدكتور خالد وبت ايه؟ ايوه ايه يا ستي، انت عامله كده ليه؟ عامله زي القرش الماسح، كل ما تصرفه يرجع لك تاني. بس لا، الا الدكتور خالد هذه قلتها شرقاوي. بس كويس كويس الكلام اللي انت قلته له. بس ده خالد. يعني ايه؟ يعني ما اضمنش نفسي معاه. في ايه؟ في اني اكسر قلبه واتعسه. لا لا، ما توصلش للدرجه دي، خصوصا مع واحد زيه لسه هيشوف ويقابل. يا عالم يا شراوي، وكمان ما اضمنش انه يقتنع من غير ما يعرف السبب. يعني ايه؟ هيعصى كلامك؟ ده اللي انا خايف منه. تخاف؟ فهم الفايز يخاف. أول مرة قلبي يعرف الخوف. أنا قلت لك يا شراوي، من يوم الست دي ما جت هنا وأنا حاسس بإن ريحة عاتية جاية تقلع كل اللي بنيناه السنين اللي فاتت دي كلها، وتحيي أموات امبارح اللي احنا نسيناه وكفرنا عنه. بس إحساس النهاردة اتأكد ما دخل المرة دي غير قبل كده، ما دخل المرة دي يا شرقاوي من نقطة الضعف اللي عندي اللي بقف قدامها عاجز، وهي خالد. مدخل ايه؟ هي تعرف عنها حاجة؟ هنفضل نقول كده كل مرة بتقرب فيها مننا خطوة. وقال لو خالد صمم وانا ضعفت قدامه، فرص عبدون هتزيد 10 أضعاف. ايوه اديك قلتها، الخوف من عبدون مش من اي حد تاني. وانا قلت لك على الدواء، لكن سعادتك مصمم ان القرش ابوه وان القرش هو اللي هيسكته. بس دي حكايه ملهاش نهايه، ولو تمت حكايه النسب دي طبعه هيزيد اكتر بكتير.
سعادتك تديني الإذن نجز الخطر ده من جذوره، نجز من جذوره، ونبقى ضربنا 100 عصفور بحجر واحد واستريحنا، وريحنا الدكتور خالد. مفيش مشكلة يتجوز ما يتجوزش، مفيش مشكلة. بالدم يا شرقاوي، يروح ما بعدك روح. ويبقى عملنا ايه؟ واللي تبنا عنه وكفرنا عنه ده يبقى ايه؟ المضطر يركب الصعب. ده مش صعب يا شرقاوي، دي جهنم الحمراء. دي رأيي، رأيي اللي هفضل مصمم عليه. وخايف يجي يوم تقول لي كان عندك حق يا شرقاوي. هذا انما ايه بجد؟ ايه ده يا زينب، هو ده العريس؟ عيب الوشوشة يا عولة، انت واختك قدام الضيوف. سيبهم براحتهم يا عمي، انا مش غريب. كمان الضحك من غير سبب قلة ادب. يلا يا وحيد، خد اخواتك وتمشوا بره شويه لغايه ما نخلص كلام مع السيد عبدون. حاضر، يلا. طيب مدام خارجين ما يلبسوا من الحاجات الجديده اللي جبتها لهم دي، بتكلفه. يا بنت هتلبس قدامك مثلا. شوف قلة الادب. يلا يا ولد. حاضر اهو. ولا لبسه؟ لا، وكمان بيقول لبابا يا عم. هي قبل حاجه جلالها ايه؟ الفلوس يا بنتي، انت مش شايفه جايب ايه؟ اه بس برضه يعني انت شفتها قبلت. امال جاي ليه ما كانش متاكد؟ استنى عنك انت يا بابا. قبل ما تقول حاجه يا سيد عبدون، انا اللي هقول لك كل حاجه. قول يا عم عمارة، انا سامعك، بس يا ريت تقول لي كده عبدون من غير سيد ولا يحزنون. خلي البساط احمدي، احنا كده في حكم الاهل كله. والاسم يا سيد عبدون، وصبرك عليا بالله. حاضر ونعم بالله. اولا اوعى تفتكر يعني عشان المكان ده ان احنا كنا فيه طول عمرنا، لا، ده الظروف هي اللي حكمت. ان شاء الله هتتعدل. وبعدين ما تقاطعنيش، الله يخليك، خليني اقول لك الكلمتين اللي عايز اقولهم وبعد كده هبقى اسمعك. حاضر يا عم عمر. انا مش هقول لك ان احنا كنا ناس مليونيرات او ناس هاي، لا، احنا كنا ولله الحمد مستورين زي ملايين غيرنا. وكنت انا موظف صحيح، ما كنتش مدير ولا وكيل وزاره، انما كنت رئيس قسم، وكان تحت ايدي 5 موظفين. كنا ساكنين في شقه واسعه كبيره من البيوت القديمه اللي قدرت تصمد قدام الزمن. الشقه دي كانت قبل مننا لحماية جد الولاد، وقبل منه كانت لوالده الله يرحم الجميع. كنا عايشين في امان الله لحد ما حصل الزلزال اللي مش زلزل البلد كلها بس، لكن زلزل حياتنا كلها في غمضة عين. هد البيت وخد أم الولاد تحت أنقاضه. أنا نجيت صحيح لأن ربنا كان رحيم بالولاد، لكن القلب ما استحملش وطلعت معاش مبكر، وقلت الله أخف من قضاء. يعني بصيت لقيت نفسي في يوم وليلة لا وظيفة ولا مأوى إلا الأوضة دي اللي قدرنا ندبرها بطلوع الروح، وأجرتها 10 أضعاف أجرة الشقة القديمة. كان لازم حياة تشتغل باعتبارها كبيرة عشان تساعد مع المعاش، واخواتها يقدروا يكملوا تعليمهم، وانا ارعاهم على قد صحتي ما تسمح ليا.
عرفت بقى يا سعبدون احنا كنا ايه في الاساس وظروفنا كانت ايه؟ عرفت يا عم عمارة، وان شاء الله اللي انكسر يتصلح. انا مش بقولك كده عشان تصلح لنا اللي انكسر، انا بقولهولك علشان تفهم ان احنا ناس عينينا مليانة، ما تغريناش الفلوس ولا تخلينا تضحي ببنتنا الغالية علينا. طب انت ليه بس بتقول كده يا عم عمارة؟ من غير ليه، انا بس حبيت احط النقط فوق الحروف عشان المسائل تبقى واضحة من اولها. عداك العيب يا عم عمارة. الحمد لله. قولي بقى حضرتك مين؟ انا اسمي عبدون الجارب، وبلدنا اسمها منشية الشاذلي، قريبة من هنا مش بعيد، والحمد لله الحمد لله ربنا مديني. ايوه، ما هو الجواب باين من عنوانه، بس قصدي يعني كل ده منين؟ منين؟ من عنده سبحانه وتعالى. ونعم بالله، كل شيء من عنده، بس يعني منين؟ قصدي شغل، أرض، تجارة، من كل ده؟ بسم الله ما شاء الله، بس برضو ازاي؟ وانا عندي ارضي بشتغل فيها وبتجيب لي محصول بتاجر فيه. بس انا ملاحظ ان اغلب وقتك بتقضيه هنا في مصر. وانا هشتغل في الارض بايدي؟ ما انا عندي انفار واجاريه. انت عندك كم فدان؟ انا عندي يجي 100 فدان بس، وبعدين لا عيل ولا تيل، وبعدين هدفع المهر اللي انتوا تقولوا عليه والشبكة اللي هي تنقيها. استريحتوا؟ نقرا الفاتحة بقى؟ لا لسه. واموري طيب؟ انا هسكن فين؟ في احسنها شقة تختاريها. تكون باسمي. وتكون باسمك. وكمان شقة لاخواتي. وكمان شقة لاخواتك. لا احنا مش عايزين حاجة. لا يا بابا، هو ده شرطي الوحيد ومش هتنازل. وانا مش هتنيلك ولا كلمة. نقرا الفاتحة بقى. مش كنا سألنا عليه قبل ما نقرا الفاتحة؟ وهنسأل عليه فين بس يا بابا؟ في بلده
هو مش قال لنا عليها؟ ومين بقى اللي هيسأل؟ أنا آسفة يا بابا، أنا كان قصدي يعني إني مش عاوزة أتعبك. ولا إن كان قصدك هو مرضي، مش هي دي الحقيقة؟ يا بابا حضرتك قلقان ليه؟ هو مش باين عليه اللي قاله لنا؟ باين يا بنتي. وإن كان اللي قاله لنا ده كذب، مش كان هيخاف يقول لنا على بلده كده بكل صراحة؟ أتمنى على الله يا بنتي. أمال حضرتك شاكك في كلامه ليه بس؟ مش عارف، حاسس إن في حاجة مش صريحة ومش دغري. لا ده بس عشان حضرتك مش موافق عليه من الأول. وإنتي مش شايفة ده علشان العز اللي شاورلك بيه. مش هقول لحضرتك لأ، والمثل بيقولك اللي تغلبه العبه. مثل انتهاسي وما كانش من طبعك. الدنيا والظروف علموهولي. أنا خايف عليك يا بنتي. وأنا خايفة على أخواتي اللي لسه قدامهم مشوار طويل. طب وإنتي؟ حضرتك قلتها، العز هو ده اللي هيحميني. ولزومه إيه بس الاستعجال ده؟ ما كنا نتأنى شوية. ونتأنى ليه؟ على الأقل نعرف طبعه، بلاش نسأل عليه. يا بابا طبعه ده أنا اللي هحكمه. بابا أنا مش عاوزة حضرتك تقلق. أتمنى على الله يا بنتي إن ظنوني تطلع مش في محله. أصل حضرتك هواجسك. هواجس بس؟ خايف أقولك يا بنتي إن البني آدم دايماً يحب يصدق اللي يجي على هوا.
اوعدكم نسيتي حاجه. لا خالص، كل حاجه معانا. طب يلا عشان ما نتاخرش. يا لولي، ده انت ما صدقتي ننزل مصر ولا ايه؟ حبيبتي احنا مش ورانا اشغال هناك ولا ايه؟ يلا يلا هبقى اجيبك في الويكند. سيبي الشنطه، سيبي الشنطه وتعالي. يلا ملك يا عم رزق، بعد الشر. سلامتك يا بنتي. مفيش. صباح الخير. صباحك يا ستي ليلى. ازيك يا عروس؟ سلمى وحشتي. معقوله العروسه جايه بنفسها؟ واحنا نقدر برضو ما نجيش نقول لكم بالسلامه؟ يعني خلاص نويتوا كده من غير شرط؟ ان شاء الله يا شوقي. والله هتقطعوا بينا. ايه ده؟ يعني ايه دي؟ يعني هتوحشونا. طب هتيجوا بقى ولا هتنسونا؟ واحنا نقدر ننساكم؟ لما نشوف. عموما اذا قصرتوا هجيب لكم الشاذليه كلهم ونطب عليكم. المهم ان سلمى هتجيلنا مصر. سامع يا شوقي؟ ان شاء الله يا ست ليلى، ان شاء الله. طيب نقول لكم احنا مع السلامه. انت يا بت، انت يا بت يا وداد. ايوه ايوه يا عم رزق، انا هنا اهو. اجري اطلعي هاتي الشنط وسبقينا على العربيه. حاضر. في ايه يا رزق؟ سلامتك يا ست هاني. مفيش. لا في، انا ملاحظه اكتر من مره انك بتشتكي. بتشتكي من ايه؟ مفيش، دي حاجه بتقل عليها كل شويه وبتروح بعون الله. طب عرفت هي ايه؟ شفت دكتور؟ ما تشغليش بالك يا ست هاني. ازاي يعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. سيادة الدكتور خالد، يا اهلا وسهلا. كويس قوي ان انا لحقتكم قبل ما تسافروا، والا ما كنتش هسامح نفسي ابدا. بقول ايه يا دكتور؟ يا ريت تيجي تشوف لي عم رزق. ماله عم رزق؟ رزق عم رزق رزق. روح المطبخ خد الصينيه وطلعيها بره. حاضر. تعالي هنا. انت طالعه بالشكل ده؟ امال ازاي؟ وايه اللي ازاي؟ يا بنتي هندمي نفسك وسوي روحك، سرحي شعرك، حطي لك شويه احمر، غيري اللي انت لابساه ده. ليه؟ هو في حد بره غير عمي فهمي بيه؟ لا مفيش حد بره. اسمعي يا بت، حسك عينك اسمع منك الكلمه دي تاني، كلمه عمي دي لا. الله، هو مش صاحب بابا، يبقى في مقام عمي. شوفي البت يا اخواتي غباوتها. يا بت انت عايزه تجننيني. في ايه بس يا ماما؟ يا بت اللي بتقولي عليه عمي دوت، ده مليونير، عقبال الحبايب، معاه الفلوس لو اكلها اكل ما تخلص. طب ما انا عارفه. ولما انت عارفه مش فاهمه. يا بت تنصحي، ده راجل فرداني وسايب مراته بقالها سنين، لا انيس ولا جليز. قصدك ايه؟ معرفش. يما يما، ده قد ابويا. ما هو ده عز المراد. يا سلام. يعني تقدري تطوي تحت جناحك والسنه والثانيه تاخدي الجبل بمحمل. ماما كاتك مو. اهلا اهلا بعرستنا. تشكري. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحرسك. لا لا، عروسه زي القمر. سامعه يا دلفال الحلو، ربنا يسمع منك. امال ايه، عروسه ست العرايس كمان، وان شاء الله ساعه النصيب جوازتها هتبقى عليا. ربنا يبارك فيك يا فهمي بيه. طبعا، ما انت تعتبر مننا وهي زي بنتك. بنته؟ بنته ده ايه يا اخويا؟ هو انت هتكبره ولا ايه؟ يكبرني. ربنا يكبر بخاطرك يا حاجه. ليه هو انا صغير؟ ده انت في عز شبابك الله اكبر، وقف من تتمناك كمان. وبشرط بنت بنوت. طب جرب كده واختار، وانت هتلاقي اللي تقول لك شبيك لبيك جريتك بين ايديك. الله الله. سامع يا بركه. سامع سامع يا فهم بيه يا اخويا، سامع. يا وليه يا وليه، سعادته يتجوز خير وبركه، لكن بنت بنوت اقول لها حق؟ وبعدين يا حاجه الجواز من الاساس ومش ليا دلوقتي. ليه بقى يا اخويا؟ طيب بلاش نسأل بدرية. يا ولية يا ولية، بطلي تخاريف في الكلام بقى. شوف الكلام بحق فهمي بيه، أنا بخرف؟ لا لا لا، أعوذ بالله يا حاجة حفيظة. ما غرضنا نقول لك يعني إن أنا أخدت نصيبي من الجواز خلاص. الدور الباقي دلوقتي على خالد ابني. سامعة سامعة الكلام المفيد واللي له طعم. بقول لك ايه يا فهمي بيه، سيبك من كلام الحريم ده دلوقتي، وبينا نشوف ايه اللي وراك. يلا بينا. وبعدين نكمل كلامنا بعدين يا ست حفيظه. يلا بينا يا فهمي بيه، اتفضل نشوف اللي ورانا. اتفضل بينا. اتفضل. السلام عليكم. مع الف سلامه. الله يسلمك. شرفت. الله يانسك. مع الف سلامه. الله يسلمك. ايه ربنا ما فتحهاش عليك بكلمه تقوليها طول ما انت واقفه. ايه
كنت عاوزاني اقول له ايه؟ تقولوا له ايه يا خيبتك القويه؟ يا خيبتي انا في خلفك الاخبر. ما انت قلتي كل حاجه وكان ناقص تعرضيني عليه على المستشار كده. وماله يا اختي؟ وهو عيب؟ اه عيب. انت ما سمعتيش كلامه؟ ماله كلامه يا قلب امي؟ كلامه زي الفل. عليا نعمه الراجل عينه منك، لو لقيت بس كلام ابوك اللي زي السم. شوفي بقى، حتى لو كان انا مرضاش. ما ايه ما ايه ما ايه؟ ما ترضيش؟ تعالي لي هنا يا اختي. ما ترضيش ايه؟ ده لو حصل ده انت تزغرتي في كمك، تزغرتي بلوي البيت كله. روحي كده بصي من الشباك وشوفي العربيه اللي جاي فيها شكلها ايه، علشان لسانك ده اللي عايز يتقطع يتخرس خالص كتكليل على خلفك. اه يا رح. صباح الورد والفل والياسمين. ايه ما ترد الصباح؟ قبل ما ارد الصباح ايه حياه دي؟ امال اقول ايه؟ حياه حاف كده؟ امال يعني لما اخذ انا ديكي بايه؟ زي ما كنت بتندهلي امبارح. وهو امبارح زي النهارده برضو. وايه بقى اللي اتغير من امبارح للنهارده؟ القرب، قرايه الفاتحه. الفاتحه اللي اتقرت بشروطي. وانا موافق، رهن اشارتك. خلاص يبقى نبتدي بالشبكه. ماشي موافق. العقد الالماظ اللي كنت جربته فاكره؟ طبعا فاكره، ما يغلاش عليكي. والخاتم السوليتيري ياه بسيطة بس. بس ايه؟ يعني هتلبسيهم كده ازاي؟ يعني ايه هلبسهم ازاي؟ هلبسهم زي الناس؟ لا يعني الشبكة هتبقى سكتي كده، مش لازم يبقى فيه فرحة وهيصة؟ لازم يبقى فيه فرحة وهيصة. طب والفرحة والهيصة دول يتعملوا فين؟ في الأوضة بتاعتكو؟ لا طبعا. طب اهو خلاص، يبقى الأول تجيب الشقة الأولانية اللي قلنا عليها لإخواتي ونعمل فيها الشبكة، بعدها تجيب الشقة بتاعتي. ها قلت إيه؟ وأنا أقدر أتني لك كلمة؟ أنت مش هتدخل الكافيتيريا تفطر ولا إيه؟ لا مش عايز أفطر خلاص، أنا كنت بعمل فطار ضحكة عشان أشوفك بس كده شبعت من كلامك. يا مهون يا مهون البعيد يا رب، انت عارف انا تعبان. خير يا دكتور خالد؟ وريني يا عم رزق الادويه اللي انت بتاخدها. ايه ده يا عم رزق؟ دي كلها مسكنات. اعمل ايه يا دكتور خالد؟ انا غلبت افهم فيه. هي ايه الحكايه؟ هو عنده ايه؟ انا هقول لحضرتك دلوقتي يا ليلى. هنا والله يا دكتور، هو نفسه عارف عنده ايه. عارف؟ ايوه، وانا ياما عرضت عليه يعرض نفسه الاخصائيين في مصر او حتى نجيبهم له هنا، بس ما كانش بيرضي. ليه كده يا عم رزق؟ الحكايه ما تستاهلش يا ست ليلى. ما تستاهلش ازاي؟ هو كده على طول عامل نفسه دكتور. خبيت علينا ليه؟ عشان اللي بتعمليه دلوقتي يا ست ليلى، ما انا عارف معزتي عندك. يبقى خلاص تقوم معايا. يقدر يسافر يا دكتور؟ اسافر؟ اسافر فين يا ست؟ ولا كلمة. انت يقدر يا دكتور يسافر؟ يقدر يا ليلى هانم، بس انت ناوي تعملي ايه بالظبط؟ هدخله اكبر مستشفى في مصر واعمل له اكبر كونسولتو، واذا حاجة متأصفره بره ولا اجيب له اكبر اخصائيين من اي حتة في الدنيا. ما وصلتش للدرجة دي يا ليلى هانم، احنا عارفين حالته كويس ونقدر نعمل اللازم. ممكن تسيبيلي انا الموضوع ده؟ ليلى هانم انا دكتور واقدر اتصرف كويس. طبعا طبعا يا دكتور خالد، بس التأخير مفهوش ضرر؟ يوم واحد بعد كل التأخير ده ما اعتقدش انه يفرق يا ليلى هانم. يا سياكة يا سياكة. ها ايه رأيك؟ صلاة النبي احسن، ولا انور وجدي بزمانه. جاتك داهية في ملفظك؟ لا، هو انور وجدي كان وحش؟ مش وحش، ازاي تشبه واحد داخل دنيا بواحد خرج منها؟ وبعدين معاك انت داخل ولا خارج، ايه حكايتك؟ لا على العتبة. العتبة هي برضو اللي هي برضو اللي والله وصبرت ودولت. دي عروسة ايه؟ جمال ايه؟ شعر ايه؟ عينين ايه؟ كفاية ما تكملش، ومن شر حاسد اذا حسد. انا؟ انت واي حد. ليك حق تتخوف، ما اصلها عروسة واكواك تستاهل. عموما ربنا يتمها لك بخير يا عم. ايوه ايوه مرتاح، الناس تقول كده. بقول لك يا مرتاح،
بقالي 3 ساعات مش عارف ادخل الورده في الزكته. ورده ايه؟ ما تاكلش ورده على ورده تعمل قفله. شوف ربنا لما بيفتح عليك بتقول كلام زي العسل. بقول لك ايه، انا عايزك في ماموريه رقبتي. اصل انا رايح اقابل الغزال وهعزمه على الغدا، تكون انت دعبست لي على سمسار يشوف لي شقه محندقه. شيرة يعني؟ شيرة ايه يا غبي؟ بالايجار الجديد بس متهاود. بسيطه عناية. بس عايز اطلب منك طلب قدام الغزال، ما تقولش خالص انها اجار. امال اقول ايه؟ ما تقولش حاجه خالص، السواق ما يتكلمش قدام البيه بتاعه. هي قلاجة بعقل؟ ده انا اشتريت منه 3 تطقم. 3 تطقم بس؟ انا كنت ناوي اجيب 7 بس ما كانش في وقت. طب اقول لك ايه، عايزين نروح انا وانتي مطعم كده يكون اخر قلاجة عشان نتغدى. انا ما فطرتش من الصبح، وبعدين ندخل انا وانتي كده دراعنا في دراع بعض عاملين زي جوز الدلابل. مصيبة لا تكون فاكر ان انا ممكن اخرج معاك بالمنظر ده. منظر ده ايه ماله؟ انت ما شفتش نفسك، ده انت شبه الاراجوز. اراجوز؟ اراجوز ازاي يعني؟ يعني حد يلبس اللي انت لابسه ده؟ ماله اللبس ده؟ الجرافطه دي انا دافع فيها دم قلبي. هي الحكايه حكايه دفع؟ امال حكايه ايه؟ حكايه ذوق والوان وتناسق، مش سمك لبن قبر هندي. انت ما بصيتش لنفسك في المرايه وانت نازل؟ بصيت. وايه اللي انت عامله في شعرك ده؟ كويه. وايه الورده دي؟ في حد بيحط ورد؟ كده حرام. كده حرام؟ انت تطلع تجيب لي دلوقتي اللبس اللي انت جبته علشان انقيه واشوف لو في حاجه فيه تليق على التاني. ما تزعليش مني، ما انت عارفه بقالي كذا سنه بلبس جلاليب، ما فهمش انا في الحاجات الافرنج دي. خلاص حاضر مفهوم، بس بعد كده اعمل حسابك مفيش نزول شراء لبس من غير ما اكون معاك عشان انا ده لو كان لينا نصيب نكمل مع بعض. ماشي. يلا روح. ريس هو تعبان عنده ايه؟ اهو تعبان وخلاص بقى. ايه خلاص دي؟ ما تجاوبني زي ما بسألك. وانا ما اقدرش اقولك هو عنده ايه يا ماما. ليه؟ انت مش دكتور وشفته؟ مو عشان انا دكتور وشفته. يعني ايه يا خالد؟ انا مش فاهم. وانا ما اقدرش اقولك هو عنده ايه، مش عشان انا مش عارف، عشان ده سر من اسرار المهنه. سر علينا؟ على اي حد. انا بس كنت عايزه اطمن عليه. انا عارف يا ماما انك قلقانه على ابن خالك، بس اطمني هو كويس. تصدقي ما كانش عايز ينزل مصر، رضي بالعافيه عشان خاطري وعشان خاطر ليلى هانم، مع ان الحاله دي كانت عنده من زمان وما كانش بيتعالج منها، وكان طول الوقت بياخد لها مسكنات. توجع. طمني يا ماما، هو كويس؟ هو قاعد فين لغايه ما يسافر؟ ايه رايك فيا كده يعني؟ معقول؟ لا ده انت لسه بقى ما شفتيش الشياكه، دول بعد كده هيقولوا لي يا هيثم بيه يا تامر بيه. ومين قالك بقى ان انا بحب هيثم بيه وتامر بيه؟ خلاص بلاش لا هيثم ولا تامر، اعملي فيا اللي انت عايزاه. هو انت النهارده كنت بتتفرجي على الشبكه بتاعتك في الفاترينا؟ ما تقولش بس الشبكه بتاعتك. ليه؟ ما هي شبكتك. ان كان بالكلام يبقى لا مش بالكلام، بالفعل هناخدها، بس اول ما نتفق ونستقر. بقى حلني. لا ازاي، ده انا بدات الموضوع ده من النهارده، حتى اسالي الولد السواق. يا ولد يا سواق. ايوه يا هيثم بيه، عبدون بيه. قول لي الهانم النهارده الصبح انت كنت بتعمل ايه؟ لا ايه، مش انت قلت لي ما تتكلمش على اي حاجه قدام المزمزيل؟ يا غبي انا قلت لك ايه؟ انا قلت لك تتكلم. هو في ايه؟ لا لا ما فيش حاجه، اصل انا النهارده الصبح وصيت الولد السواق يروح يشوف سمسار عشان يشوف لنا الشقه الاولانيه، بس هو ده الموضوع. بعدين قلت له ما تتكلمش قدامها في اي حاجه عشان يعملها لك مفاجاه. شفتي بقى،
شفتي بقى انا مستعجل قد ايه؟ بعد كده على طول هروح واخدك واجيب لك الشبكه من الفاتحين. ده لو استنتنا مين يقدر يمد ايده عليها؟ دي الحاجه الغاليه ما تروحش الا للغالي، ومين تستحق تلبسها غيرك؟ هو انت مش كنت قلت لي ان انت عندك هوايه انك تشتري الحاجات اللي زي دي؟ طب امال هما فين؟ في البلد. وبيعملوا ايه في البلد؟ انت مش قلت لي ان مراتك عندها ذهبها اللي يليق بيها؟ مش قلت لي كده؟ ايوه. خلاص هاتهم شيلهم عندي. اما نستقر في شقتنا، يعني اجيبهم احطهم في الاوضه بتاعتكم دي يتسرقوا؟ خدها الوبه. تصدق غباوتك دي هي اللي هتخليها تفلسع. زاهية، الف سلامة لك يا رزق. الله يسلمك. تفضلي اتفضلي. والله ما انت متحرك، انا هو. استريح انت بس يا اخوي، استريح. يا سلام، وحتى لو تعبان هو فيه راحة اكتر من ان اشوفك. تعيش لي ويعيش كلامك وحنية قلبك. الله، انت بتعيطي ليه يا زاهية؟ ده أنا حياتي كلها بتسواش دمعة واحدة من عينيك. ما تقولش كده، ده أنت حياتك غالية أوي يا رزق. الله يكبر بخاطرك. يعني مش عارف قلوت عند الناس اللي بيحبوه. عارف يا ست الكل، قولي لهم يطمنوا، عمر الشقي باقي. ألف بعد الشر عليك يا غالي. ده أنا لو أعرف إن عيايا هيخليني أشوفك كنت قلت عليه من بدري. انا واخد على خاطري منك، انت ليه خبيت؟ مش كفايه اللي سببته للي انت بتقولي عليهم بيحبوني؟ هو من اللي سبب لمين؟ اي حد الا انت يا زاهي. يمكن الدنيا استكترتك عليا، لكن اهو الظاهر بقى. ما تكملش، انت كويس وهتخف ان شاء الله. اي والله، ده خالد ابني حلف لي على كده، بس قال لي بقى انك هتخف بشرط واحد. ايه هو؟ تبطل عندك اللي انا عارفاه وتسمع الكلام بقى. ربنا يخليه لك ويفرحك بيه. لا اطمن، مش هتوصل لكده ان شاء الله. مامي، ده دكتور خالد بيسلم على حضرتك. ماما بتسلم عليك يا خالد. طيب بقى عن اذنك دلوقتي يا دكتور خالد. لا مفيش، باي باي، اشوفك لما تيجي. باي. هو اللي طلبك ولا انت؟ لا هو طبعا. وطبعا ليه؟ في اي حاجه جديده تخص عم رزق؟ لا ما اظنش، اصل لو كان في جديد كان قال لي، او لو كان في حاجه كانوا غيروا ميعاد مجيهم. مامي فضلك يا هند، انا مش عايزه اتكلم في اي حاجه دلوقتي. بس حضرتك قلتي لي. لو سمحتي، انا مش في مود يسمح بالكلام في اي حاجه. اوكي سوري.